Oh, my juice loosener is never gonna come. Hey, Dad, just came for you in the mail. Woohoo! We've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? الولايات المتحدة تعمدت تفجير الوضع في سوريا. وعلى ماذا اعتمدت حسب رأيكم؟ طبعاً على إحدى حلقات سلسلة سيمبسون. في الواقع خلال بث الحلقة سنة 2001 نرى بارت قد تحول إلى طيار مقاتل يقوم بقصف بلد ما في الشرق الأوسط، وعلى باب سيارة جيب العسكرية للضحايا نجد العلم الذي ستتخذه فيما بعد المعارضة السورية رمزا لها. الرابعة من الجزء 20 التي تم بثها سنة 2008 كان هومر يحاول التصويت لأوباما، ولكن آلة التصويت كانت تمنعه من ذلك وتصوت بطريقة تلقائية لمنافسه. وبعد 4 سنوات من بث الحلقة حدثت هذه المشكلة في الواقع، فقد تم استبدال آلة تصويت في بنسلفانيا عندما لاحظوا أن كل الأصوات التي كانت في صالح أوباما تحولت مباشرة إلى منافس. شهر مارس سنة 2014 أعلنت عائلة سيمبسون في نفس الحلقة إصابة نجم المنتخب البرازيلي وانتصار المنتخب الألماني في المباراة النهائية لكأس العالم. وبعد بضعة أشهر حدث هذا التنبؤ فعلا، فقد أصيب النجم البرازيلي نيمار بشكل غير متوقع خلال المباراة الربع نهائية، وفي النهائي تفوقت ألمانيا على المنتخب الأرجنتيني لتفوز بكأس العالم لسنة 2014.